عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى كاع راكم بخير وعلى خير. نتمنى لكم راكم فهمتوا كاع دروسي درت لكم. نشكركم بزاف بزاف. عديوا لي لايك وتابوني عندي في قناتي. نشكركم وان شاء الله كاع الناس يجيبوا علامات ممتازة. وانا نساعدكم من كل حاجة راهي واعرة، انا نسهلها لكم. اذا اليوم بغيت ندير لكم درس في الرياضيات، وما تنسوش دغون دقوا على الجرس باش تشوفوا الجديد مني، وابوني عندي اكثر. اليوم بغيت ندير لكم درس في الرياضيات هو تفكيك الاعداد العشرية. اكتبوا عدد 752 على 100، ها هو. كيف أفكر؟ إذا تابعوا الطريقة، هذه أسهل طريقة وأبسط طريقة. أكتب 2 ثم اكتب 2 ثم اكتب 2 ثم اكتب على 100، المقام لا يتبدل، زائد 5 على 10 لان 2 جزء من 100 و5 جزء من 10 وايضا يوجد جزء من 1000 سندرسه معا. اذا 5 على 10 ثم 7 اكتبه وحده، زائد 7، 7 على 1 او يمكنكم ان تنزعوا على 1. اعطي مثال اخر، 12 على 10 تساوي، اكتب 2 على 10 زائد 1. رأيتم أن 1 على 1 تساوي 1، 2 جزء من 10 و1 هو الوحدات لأن 12 على 10 تساوي 1.2. ثم أعطي المثال التالي، 2 على 1000 زائد 1 على 100 وهكذا ننقص على 100، ننقص الأصفار، ثم زائد 6 على 10 زائد 32، و32 عدد طبيعي. نتمنى راكم فهمتوا كاع هذو ما التفكيكات تاع الاعداد. دوك نعطي لكم امثله اخرى. إذ أكتب مثال آخر، أكتب هذا العدد، أكتب
1768 على 1000. والآن سوف أكتب عندنا هذا العدد. أكتب 8 على 1000 زائد 6 على 100 زائد 7 على 10 وزائد 58 عدد طبيعي. انتهوا الأصفار. إذا 58 1768 على 1000 تساوي 58 زائد 7 على 10 زائد 6 على 100 زائد 8 على 1000. 8 هو جزء من 1000، 6 جزء من 100، 7 جزء من 10، و 58 هي الباقية، هو عدد طبيعي. الآن سوف أعطي لكم مثال آخر. عندنا 19 219 على 1000. تابعوا جيدا. اكتب 9 على 1000 زائد 1 على 100 زائد 2 على 10 والباقي هو الصفر، لا يحسب. إذا 219 على 1000، 9 هو جزء من 1000، 1 هو جزء من 100، و2 هو جزء من 10، ليس عندنا ولا جزء طبيعي. إذا تساوي 2 على 10 زائد 1 على 100 زائد 9 على 1000. إلى اللقاء، أتمنى لكم فهمتوا، وتابعوني عندي في قناتي تاسي دائما، وديروا لي لايك وتابعوني عندي أو تشكروني تشجعوني، وما تنسوش تدقوا على الجرس باش تشوفوا الجديد مني، وجيكم ندير هنا صحيت حملاكم.